الوحدة الثانية تمارين لتقويم الوحدة الحصة التاسعة والعاشرة الواضح في النشاط العلمي إذن أعزائي خذوا الصفحة 32 غنشوف إن شاء الله 32 بعد غنشوفوا الصفحة 33 تبعوا معي إذن أعزائي نتذكر جميعا عملية الشهيق والزفير كنا قد تعرفنا عليها في الدرس السابق، كنا قلنا الشهيق يدخل عندما يدخل الهواء من الفم أو الأنف وأن حجم الصدر يزداد وعند الزفير ينقص حجم الصدر فيخرج الهواء من الفم أو الأنف، إذا تعالوا معي نلاحظ الصور الأربعة نكتب تحت كل رسم. كل رسم عفوا شهيق أو زفير نلاحظ الصورة الأولى نلاحظ أن حجم الصدر كبير إذا ماذا نكتب؟ نكتب شهيق نكتب هنايا شهيق الصورة الثانية حجم الصدر نقص لم يعد كالصورة الأولى نقص نكتب زفير كنا شفنا في الحصة السابقة أن نفخ البالون أو النفاخة يخرج الهواء كي ينفخ النفاخة الصورة الثالثة صورة لهذه الطفلة ماذا تفعل تخرج الهواء من فمها ويحدث مما يحدث ضبابا في المرآة أو على المرآة إذا زفير نكتب زفير الصوره الاخيره والرابعه الرابعه والاخيره نلاحظ ان هذه الطفله تشرب الحليب او العصير وتدخله عبر انبوب نسميه لاباي هذا الانبوب الانبوب هذا اذا ماذا سنكتب انها تدخل يعني تشرب العصير بواسطه يعني تدخله الى فمها نكتب شهيق جيد جدا التمرين الثاني اضع الارقام في مكانها المناسب على الرسم اذا عندنا القصبة الهوائية ثانيا الفم ثالثا الرئتان رابعا الانف اذا نلاحظ الصورة هنايا انتبهوا مزيان عندنا هنايا الانف هذا الفم القصبة او البلعوم القصبة الهوائية نسميها أيضا البلعوم ثم الرئتان الرئة اليمنى مع الرئة اليسرى أكمل الجملة التالية باستعمال أسماء أعلاه باستعمال أسماء أعلاه يعني القصبة الهوائية يعني دخول الهواء يدخل الهواء من كذا إلى كذا أثناء الشهيق وأثناء نعم إذن أثناء الشهيق يدخل الهواء من الانف نكتب الانف او الفم ثم يمر عبر القصبة الهوائية عبر القصبة الهوائية لكي يصل الى الرئتين لكي يصل الى الرئتين نعم نمر الى التمرين الثالث تقويم توليفي اضع علامة تحت ما يضر بجهاز التنفس نلاحظ الصورة الاولى صورة لأطفال وعائلة خرجوا للتنزه وحنا نعلم أن في النزهة نستنشق الهواء الطيب يلعب الأطفال يعني ب على طبيعتهم ويستنشقون الهواء النقي يشمون رائحة الأزهار النقية ورائحة الأشجار الزكية إلى غير ذلك، إذا هذا لا يضر بجسمنا بالعكس يقوي جهاز التنفس ويقوي الطاقه الجسميه الصوره الثانيه لاب مع ابنائه وهو يدخن واحنا نعلم جيدا ان التدخين يضر بالصحه ليس يضر فقط بصحه المدخن بل بصحه الذين يشمون الرائحه كذلك اذا هذا يضر بجسمنا الصوره الثالثه هذا الطفل يشم رائحه المعامل رائحة المعامل كذلك تضر بالصحة نضع علامة الصورة الرابعة والأخيرة يعني الأب والأم مع الطفل ديالهم غاديين يقوموا برحلة إلى الصيد أو إلى الجلوس أمام البحر ونحن نعلم أن الشاطئ يعني ينستنشق فيه الهواء النقي ويتجدد الهواء مرة أخرى إذا لا يضر بجهازنا التنفسي هنا يعني عندنا الحصة العاشرة أصنع من الورق المقوى دمية وأحركها غادي تصايبو بحالة ديال الله يرضي عليكم وتقبطوها هنا بالخويطين هكايا بالخيوط شكل دمية تتحرك يعني سوف نحرك جميع المفاصل جميع المفاصل هنا بالنسبه للدميه هنا السؤال يقول هل يمكن يا ابنائي الاعزاء تقليد الدميه في الحركات التاليه قبل ما قبل ما تشوفوا الاسئله غنقولوا نعم ممكن ولكن اذا راينا ما هو مكتوب سيختلف الجواب ثني المرفق نحو الخلف هل يمكننا ان نثني المرفق ديالنا حنا نحو الخلف لا لا يمكننا تقليد الدميه لان في المرفق في الخلف ديال المرفق ليس عندنا مفصل وحنا قلنا المفاصل هي التي يمكننا ان يعني ان نثنيها ثني الركبه نحو الامام هل يمكننا اعزائي لا يا استاذتي لا يمكننا لانه ليس لدينا مفصل في الامام التمرين الخامس تقويم توليفي يقول السؤال ألون بالأخضر الأغذية ذات مصدر نباتي وبالاحمر الاغذيه ذات المصدر حيواني اذا ناخذ الاخضر الدجاج لا الجزر نعم اصله نباتي غتكملو نتوما التلوينه وليداتي بالنسبه للجبله الحليب لا التفاح اصله نباتي الذره اصله نباتي الطماطم اصله نباتي البرتقال أصل نباتي نأخذ الملون الأحمر الدجاج من أصل حيواني الدجاج من أصل حيواني الجبن من أصل حيواني لأن من مشتقات الحليب والحليب يأتينا من البقر الحليب كذلك من أصل حيواني الياغورت من أصل حيواني نلونه بالاحمر من اصل حيواني يعني المشتقات ديال الحليب ثم السمك من مصدر حيواني من مصدر حيواني حسن جدا ننتقل الى التمرين الاخير ما هو المصدر الاخر للاغذيه اذا هنايا ذكرنا من اصل حيواني وتذكرنا من اصل نباتي ما هو المصدر الاخر من اصل من أصل معدني من أصل من أصل معدني تمر الآخر أضع علامة تحت ما تراه سليما الصورة الأولى ينظف يديه دل سليمة هل نضع العلامة؟ نعم الصورة الثانية طعام عليه ذباب إنه قذر الذباب قذر والطعام اصبح مسموما اذا ليس سليما لا يصلح للاكل الصوره الثالثه غسل الفواكه نعم جيد صوره سليمه الصوره الاخيره انظروا الى هذا ماذا يفعل انه عمل سيء ليست صوره سليمه مفهوم